طيب، من بقى حالة الجو نروح لحالة المرور، ومعانا الرائد حسام صلاح، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وعايزين نطمن بقى على حالة المرور النهاردة في القاهرة، أخبارها إيه؟ هل درجة الحرارة المنخفضة مأثرة على المرور ولا ملهاش علاقة؟ لا، هو طبعا معلوم بالنسبه للتاثير العوامل الجويه بيأثر على الحركه المروريه في انخفاض معدل الحركه او ازدحامها. نقدر نقول ان انخفاض معدل الحركه المروريه ادى لاضطراد الحركه المروريه بشكل عادي اليوم من بدايه صباح اليوم. نقدر نقول ان المحاور كلها مرضيه بصفه خاصه مناطق الكورنيش ومحاور الاستيراد، كذلك محور صلاح ثالث. وان كان في بعض الاماكن المزدحمه بشكل دوري، نقدر نقول ان منطقه مدخل الواسطه المعلقه لاعلى كوبري اكتوبر كثافات المعتاده 203 توقيت، نقدر نقول ايضا بالنسبه القادم من اعلى الشهيد يشهد سيوله تامه اتجاه خدمات اعلى مدار رمسيس، كذلك محور رمسيس مناطق وسط البلد، محور صلاح سالم يشهد سيوله تامه. نقدر نقول في جوله سريعه من خلال مراقبه الكاميرات من خلال غرفه عمليات مرور القاهره ومتابعه الخدمات ان الحاله المرضيه في كافه واغلب المحاور، وان كان في عندنا عند منطقه مدخل شارع الجعفري اتجاه شارع الازهر في القادم من صلاح سالم في كسر ماسوره مياه تخلف عنه اثر منسوب مياه تم الاخطار مع عمليات المحافظه وجاري الدفع بشفاط للشفط والاصلاح وصول العمال، وتم غلق مصدر مياه بنفس الموقف. طب وده مأثر على نفق الازهر ولا ملوش علاقه؟ لا، ده حتى الان تاثيره والقادم من صلاح سالم اتجاه مدخل الجعفري تاثير نسبي. اما بالنسبه لمدخل نفق الازهر بيشهد بكامل طاقته في القادم من خدمات اعلى الفردوس اتجاه نفق اتجاه الاوبرا، كذلك الاتجاه الاخر في حاله مرضيه تماما فيه. نقدر نقول بصفه عامه بالنسبه للمحاور مرضيه، ما فيش اي نوع من انواع التحولات. نناشد في نصيحه سريعه بالنسبه للمواطنين، ان كان في انخفاض في معدل الحركه انخفاض نسبي ببعض المحاور، نرجو الالتزام بقواعد السلامه وقواعد الامان في القياده الامنه بالسرعه المقرره على الطريق، مفيش داعي لتجاوز السرعه طبعا. الطريق بيغري قائد المركبه في حاله ان هو يحاول يجري مسرعا، وان كان يعني فرقها بتبقى دايما السلامة والسلام بالظبط كده. طيب سياده الرائد، عايزين برضو نقول الرقم الخاص بشكاوى المرور، احنا دايما بنكون حريصين هنا في صباح الورد ان احنا نقوله كل يوم في حاله انه في اي تجاوزات او اي كثافه مروريه في اي مكان، من خلاله يقدر المواطن يعني يكلم حضراتكم او يتواصل معاكم. نفس الرقم اللي بنحقق عليه التواصل 011-454-44 بالاضافه الرقم 136 في حاله تواصل مستمر خلال 24 ساعه في اي بلاغ داخل منطقه مرور القاهره ليه علاقه بالاغاثه المروريه او اي نوع من انواع الشكاوى المروريه، بيتم فحصه وبيتم تاكيد الدفع على خدمات لتاكيد سرعه التوجيه لمحل البلاغ. بنشكرك شكرا جزيلا سياده الرائد حسام صلاح، مشرف بغرفه العمليات بالاداره العامه لمرور القاهره.